في كل يوم جديد تحدي جديد، تحدي كبير. بلدنا فيها أكتر من 100 مليون إنسان، إزاي يعيشوا في أمان لو مفيش عيون بتحرسهم 24 ساعة؟ مش شرط يكونوا شايفيننا، لكن المهم نكون الأقرب ليهم. غرفة العمليات، خلية نحل، أجهزتها مش بتنطفي ثانية واحدة في الـ 24 ساعة. عيون بتسلم عيون، مهمتها تحرس كل شبر في بلدنا بأحدث أجهزة الرصد والمتابعة، بفريق عمل اتدرب يواجه ويحلل أصعب المواقف ويقدر ياخد قرار مصيري. هيا يا فندم، في بلغ حريق مركب نيلية. عمليات المسطحات المائية، عمليات الإنقاذ النهري، ورد بلاغ باشتعال بإحدى المراكب النيلية. تم تحديدها مع احتمالية وجود مصابين. سرعة الوصول والإفادة. تم الاستقبال بإنقاذ كافة أرواح المواطنين بسلام، وتم التأكيد من عدم وجود مصابين أو متوفين. جزيل الشكر لكافة القوات. دي شغلتنا، عشان يومك يكون عادي لازم يومنا يكون مش عادي. ألو، عايز ابلغ على شنطه غريبه ببنزينه. مكانك فين تحديدا؟ بنزين. وصف لي الشنطه الموجوده عندك. شنطه سودا طالع منها اسلحه. اخلوا البنزينه فورا حفاظا على ارواح الناس. القوات في الطريق ليكم دقايق وتكون عندك. عمليات الحمايه المدنيه، سرعه التوجه للعثور على جسم غريب داخل احدى محطات الوقود، سرعه توجيه ضباط المفرعات. عمليات المرور، عمل الاخلاء اللازم امام سيارات الحمايه المدنيه. الشنطة محل اشتباه. أيام كتير بنحتاج نعمل عملية في قلب المدينة الزحمة بمشرط جراح، ما ينفعش يغلط، وأوقات بتبقى المهارة أهم من القوة. تمام يا فندم، تم الانتهاء من الفحص وتم التأكد من سلمية البلاغ. ورد إخطار من مشرف سيارة نجدة باستغاثة سيدة بفقد طفلها الذي يبلغ من العمر 5 سنوات ويرتدي بنطال أزرق اللون وفيست أصفر اللون بمنطقة وسط القاهرة، تقاطع شارع عبد الخالق ثروت مع شارع محمد فريد فندم. بسرعة مراجعة كاميرات مناطق وسط المدينة وتحديد الطفل المتغيب مع توجيه أقرب سيارة نجدة على وجه السرعة. تمام يا فندم.
سيارة 7 بلغات، سرعة التوجه لميدان مصطفى كامل، عثور على طفل بعمر 5 سنوات. شاحنة مستهدفة وسيتم التعامل معها الآن وضبطها. المخدرات بتهزم دول من غير حرب. ضربة في العصب بتهدد كل بيت. كل جرام بنمسكه بنوقف استهداف لولادنا. عملية محتاجة صبر كبير، والأهم نكون دايما سابقين تجار الموت بخطوة. بلاغ حريق في شعب مدينة نصر، تم توجيه قوات إكمال مدنية، خدمات المرور، مرفق الإسعاف. مش بنفكر هنواجه ايه، ولا بنفكر هنرجع ولا لا، لكن بنكون متأكدين اننا هنعمل اقصى طاقتنا عشان نوصل كل انسان لبر الامان. عمليات وتمام الاطفاء واخلاء جميع الاشخاص المحتجزين داخل العقار. تم انتهاء المأمورية وتم ضبط جميع عناصر التشكيل وتم ضبط جميع القطع التي اشتبه فيها سرياتها. مهمتنا مش بس حماية الناس، كل قطعة من تاريخ بلدنا مسؤولية لازم نحافظ عليها للأجيال اللي جاية. ايه ده بقى؟ مامي هو في ايه؟
جابني هنا بس. ايه ده؟ الو؟ الو لو سمحتي، انا الجي بي اس توهني ودخلت في حته صحراء كده رمله وعربيتي غرزت ومفيش انترنت. اهدي اهدي، انا معاكي ما تقلقيش مش هسيبك. طب اوصفي لي بس المكان اللي انت فيه. انا مش عارفه انا فين دلوقتي، بس انا دلوقتي في حته ضلمه ومقطوعه ومش وخايفه. انا بجد خايفه. معاكي حد في العربيه؟ ايوه ولادي معايا. تمام. الو 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 الو، حرسوا التليفون فصل شحن. لا 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 يا رب اعمل ايه؟ اتصال تليفوني من سيده ضلت الطريق وتعطلت سيارتها وصاحبتها اطفال. لا يا استاذ تامر، حالا اقرب دوريه شرطه جالي سياده الطريق. تم تحديد احداثيات موقع المبلغه. عمليات وتم تحديد موقع السياره وفي الوجهه فندم. مع الشكر. انتوا كويسين؟ الحمد لله دلوقتي بقينا كويسين. الحمد لله. المهم انكم بخير. ازيكم؟ الحمد لله. ما تخافوش، هنروح دلوقتي. شكرا بجد. عملياتي وتم الوصول على السيارة. مكانها المميز ودورها خلاها على طول تاريخها هدف للإرهاب. وعشان نواجه عدو بالحجم ده لازم نكون مستعدين وجاهزين وقد المسؤولية. عمليات تمام القبض والسيطرة. تمام يا فندم. تم القبض على الهدفين المحددين وجري استهداف باقي العناصر والمواد المتفجرة. يتم استمرار المتابعة والإخطار عقب انتهاء المأمورية. قوات ابتدي انزل. تمام كلير. تمام اتحرك. جاهز الدور ريدر، مستعد للاقتحام. Thank you.
قوات فريق الانتحار. تمام الانتحار ومقتل اتنين ارهابي والسيطرة على اتنين ارهابي. اخلي الغرفة وجاري ارسال عناصر الحماية المدنية. ده مجرد جزء من اللي بنواجهه كل يوم. دايما بنكون الاسرع والاقرب ليك من اقرب الناس. اخترنا نضحي بحياتنا الطبيعية علشان انت تعيش حياتك الطبيعية. بنوصل الليل بالنهار عشان تبقى مطمن وتبدأ يوم جديد.